النهارده بقى يا ولاد الفطار مش عارفين يعني حماتي عملنا ايه النهارده. واحنا بنقول لي بسله، بسم الله الرحمن الرحيم. هو خلاص هيبدا نطلع عشان ما يبردش. بسله ورز. ودي ايه يا احمد؟ سلطه وفراخ. بس كده بس كده حلو البودي. لا ما تفتحش يا احمد ما تفتحش. طب استنى ما تفتحش هيبرد. سرقانه ايه؟ حط يا احمد عشان هو دي البتنجان بتاع امبارح بتاع جيهان، وشوربه لسيف، وعيش، والفراخ. وهنا بقى العرقسوس وعصير الفراوله. نشوف هناكل مع بعض بقى ونشوف هنعمل ايه. والله هو والله من نفس الراجل. ماما دلوقتي يا دلوقتي كده ها؟ بتاعت الكاوتش مربعة بس. بس اهي فراخ. استني بس استني يا استني انا بتعرف افتحي. طيب عمال الحاجة بقى امي تسلم ايدك يا ماما. والله الاكل جميل، وبصوا عاملة الاكل ازاي شكله حلو قوي. تسلم ايدك. طب انا ما شفتش حاجة، ما تجيلي فراولة ولا اي حاجة. هاتي الاصغر. بصوا الليمون كمان، يا سلام على الليمون مخلي. تلاقي سبوكة وكمان اتبعتلي عيش اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خش حطي بسلة كده وخش. طب كل يلا تعالوا اتفضلوا معانا. خليك يا مطرين. تعالوا انتوا. طيب محتاجة اي حاجة؟ طيب يا لمونك يا لمونك يا حمد يا لمونك. لا من الفلفل ده I'm not doing it.
خمسة وثمان بتعيط وبتدخن وبتعيطوا وهم يلعبوا مصر هم يلعبوا مصر هم يلعبوا بيبي انت تفقص لبنين بقى يا ولاد اللي سيف مجنني مجنني مش عايز يتحرك كده ولا كده لزق في السرير لزقت في السرير بصوا مقعدني ازاي مقعدني في حتة يعني 10 سنتي في 10 سنتي وهو بصوا مكان قد ايه جنبه واقول له اتاخ يا ابني اوعي تحركيني اوعي تحركيني القسطرة منا هتبصي مش عايزنا فض الاسطر بس ما تخافش يا فينك كل ما احرك ويصوت ويعيط مفيش حد لسه كلمه ويصوت ويعيط كنت لسه باكله بس ما صورتكوش بقى ولا انا باكله يعني كنت اكلته فراخ ورز وهنا في خيار وكوسه خيار وسلطه يعني وكده وهنا الكوسه اهي بس الكوسه النهارده مش مسلوقه الكوسه النهارده مطبوخه طب بقول لها شكلها حلو بقول له حلو يا سيف يقول لي لا طعمها وحش الحته حلوه بس طعمها وحش مش عايز كوسه عشان هو مش واخد عليها اصلا وهنا كلوها بيقول لي مش هاكل تاني ماشي ماشي نايمني في زنقور قد كده اهو اقول له ايه راح ولا ايه ده خلاص انا هدوس على البلب هجيب سلمى تقعد تتنطط هنا قول لي وعي ايدك قلعته الحمد لله الجلابيه بتاعه امبارح قول لهم شكرا جدا جدا على دعواتكم ليا وسالكم عليا والناس اللي زي العسل اللي كل شويه تكلمني في التليفون تسال عليك قول لهم شكرا قول لهم شكرا يلا لهم شكرا يا بابا لهم شكرا ده عشان غيرت له الكلنة اللزقة بتاعت الكلنة كانت وسخة فقلت لها سيبيها طيب بغيرها له بقه وكده كده احنا ماشيين بكرة راحت قالت لي ولو جيت تفتيش بقى هيقول انت مروحة بكرة انا مش مروحة ما ينفعش يا ماما لازم نغير له الكلنة صراحة لقيتها يعني حتى كويسة برضو اللي هي تغير اللزقه يعني بتاعت الكرنه وكده لهم شكرا جدا على سؤالكم عليا اتصلكم بيه والله عايزه اقول لكم ان هي في امبارح ايه شكرا 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 يا معلم شكرا بقول لكم شكرا يا جماعه شكرا الناس اللي سالت علينا امبارح كتر الف خيركم الناس اللي بتتصل بيا كل شويه تطمن على سيف ربنا يخليكم ليا يا رب ما نحرمش منكم ابدا 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 وانا اسفه لو مقصره معاكم على الواتس بس والله العظيم سيف كان مجنني
امبارح ومن شويه، وبس عشان كانوا معلقين له مع مسكن. وعملت تاني كده اللي عطيني هدوم وصديتك بتاع بس اه. امبارح بقى عايزه اقول لكم اللي امبارح انا كنت هيغمى عليا من اللي حصل. تاخرت مش تاخرت، كنت بقلعه جلابيه اللي هو كان لابسها بتاعت الشحاتين دي بتاعت العمليه، وعشان البسه التيشيرت رحت ايه رافعاه والله العظيم بالراحه جدا وبعمل بالراحه خالص. وبعدين لقيته ايه راح مصوت مره واحده، يعني مسك القسطره ما حركتهاش اصلا، لقيته راح مصوت مره واحده شدتي يا شدتي يا. رحت شفتها لقيتها فعلا، لقيت في حاجه بتنزل من حواليها زي ماده كده بتنزل من حواليها. اتخضيت يا ولد، ولا قلت لي انا شدتها مني. رحت جريت على الممرضه، كانت شافتها قالت لي ما تقلقيش ما فيهاش حاجه يعني بس وبالراحه. قلت لها لا دي بتنزل حاجات، اول ما شدتها نزلت حاجات، ما كانتش كده، انا والله ما شدتها ده انا كنت ماسكاها بس فنزلت حاجات يعني وانا خايفه. قالت لي ما فيهاش حاجه، قلت لها لا طب انا هنزل للدكتوره اقول له. قالت لي والله ما فيهاش حاجه ما تقلقيش، هي اتحركت بس ما تقلقيش ما فيهاش حاجه. ووارد اللي هي تنزل حاجات من حواليها، وارد اللي هي تنزل دم حاجات كده ما تقلقيش، ميه بول عادي. قلت لها يعني عادي؟ قالت لي اه. فين وفين بقى من ما اديته مسكن وسكت، كان عمال يجعر زي يلا نشوف هنعمل ايه وهنفطر ايه النهارده. نفطر وارجع لكم تاني. انا صايمه يا ولاد، ولاد عمال بقى يخليني اقطع في فراخ واديله في رز وحاجات كده بصوا بيغيظني. ماشي. شوفي يا ام احمد، ام احمد بتقول لك انت كنت بتغيظها بالبرتقانه، هو بيغيظني بالخيار والاكل يا جزمه. يلا خليكم بقى نشوف هنعمل ايه. انا قاعده مستنيه اهو واشوف بقى ان شاء الله باذن الله هناكل ايه. مستنيه دينا، دينا صفتي قالت لي انا جايه، قالت لي انا جايه في الطريق، بس هو الطريق في الوقت ده بيبقى زحمه جدا اصلا. قالت لي احنا جايين في الطريق والمغرب جدا، انا شربت حبه ميه كده وعبال المدينه تيجي بقى يعني اكل اي حاجه من الوقت تيف يعني من الشنطه عادي اي حاجه اول ما يفكروا ييجوا. بس الطريق بجد بيبقى زحمه جدا، حتى احمد حتى دلوقتي لسه في الشغل مع مش عارف يروح برده من الطريق. شوف بقى اعمل ايه، ممكن اعمل سندوتش بيض، اعمل اي حاجه من دي. فين اكل كتير اصلا. لا عليها بتاعها 200 جنيه، كان اسمها
تقريبا هي بفلوس. أقول لك ده بفلوس. بس حضر بيرسام بيرسام. اسمعي معاكي ملح؟ لا هي الحاجة الوحيدة ما ينفعش. يلا يا ولاد اما نشوف دينا جايبه لنا ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول رز اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. رز ملون كمان. يا سلام احنا هنلون في المستشفى. رامي اللي مسرفس خلي بالك. تسلم يا رب. لا ايه ده انت عامله في ايه؟ انت بتدبسه؟ ايوه ما انا عشان مش بحلف عليه مخرج عشان ما يفلسش. يا رامي عشان يفلسش اخر. يا رب يا رامي مش عارفه اعمله تقيل قوي. بصي ده البانيه محدش شافها من ورا. لا ولا الاكل شكله حلو. فين ده؟ اقعدي بقى يلا لعبي معايا. لعبي من الفيديو. يلا اقعدي افتحي الكفته كده. الكفته كمان احنا هنهيس النهارده. هنهيس هنهيس يا رب بس الاكل يعجبك. لا والله تسلم ايديكي تسلم جميله. وعصير كمان. يا لهوي يلا بقى بينا ما شربتش عصير ليه؟ لا ما بشربش العصير قبل الفطار. ده تمر. الراجل ما حطلوش الكفته دهون. بصي من احلى حبايه كانت فيها دهون خالص. الكفته تخليها فرم عليك وشين عشان هي شكلها خشنه. خشنه وكمان لحمه بس مش ما فيش دهون خالص. ناشفه. مش طريه ناشفه. انا حد يعمل معايا وجبه بس واخد من طريقه ثانيه. تعالوا كلوا معايا. طب والله ما بنحطش دهون فعلا بنبقى متضايقين. قصدي لما حطي الدهون بنبقى متضايقين. لازم يبقى لازم. عارفه انت لو عرفتي لو انا هعملها كفته هو يظبطها لي. بس انا كنت قاطعه بتاعتي 10 كيلو. لا مش عارفه. فهو بقى حب يوجب معايا. وانا بقى مش عارفه لسه هقرر اعمل ايه. انا جايبين لنا كلنا يعملوا كويس كده. فعشان ما قلتلوش يعني هعمل ايه بالظبط فرمالي حلوه بقى. احنا بنغفله عشان يدينا حاجه كويس. هات 10 كيلو بعد ما يعمل بس احنا نعمل مش عارف ايه. ده ازاي؟ كده انت مشغله كده الفيديو؟ اه تعالوا كله.
باينين يعني. انت بتاخد شوبس باينكم ازاي؟ وانا اصلا مش مستني مش هيطول. هو جايبك يعني انا بصور كده على طول بجيب اكل بس. بس؟ المستشفى عشان مش بعرف اطول.